وطول الوقت جمهور النادي الاهلي متدلع بلغه الكوره، متدلع الاهلي مدلع جمهوره كلاعيبه، لانك انت كل شويه تكسب. ايوه احنا انا طلعت قلت كده تاني يوم مباراه القمه، قلنا احنا زعلنا عشان انتوا معودنا على المكسب، انتوا ما عودتوناش قبل كده ان احنا يكون في اي خساره، حتى لو كان في خسائر فده بيكون بشكل قليل جدا. وده قوه النادي الاهلي يعني. انا بعد مباراه الزمالك لو قعدت مع نفسك كده شويه وتفكر ايه اللي بيحصل بعد مباراه الزمالك مالك والنادي الاهلي يخسر، وتلاقي الهجمه الشرسه عليه دي قوي والناس اللي عماله تتكلم دي، طبيعي انت تفرح بيها. ليه؟ لانك انت قوي، ما هو انت بتكسب والناس كلها يعني حاسه ان انت خسارتك بتبقى حاجه مش طبيعيه، فده نجاح ليك. ده حقيقي مظبوط. حلاوه النادي الاهلي في حاجه تانية، وده الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني في مصر، لما بتكسب المباراه اللي بعديها بتكسب، ولما بتخسر المباراة اللي بعديها لازم تكسب، ما بتخليش نشوة الفرح اللي هي اللي أنا عايز أقول لك عليها إيه. أنت عارف المحدثين لما بتيجي أنت في وقت من الأوقات تعمل حاجة كويسة قوي، فأنت بتعمل إيه بعديها؟ أنت لو قوي بتكسب وبتشتغل، لكن النادي الأهلي معودك على كده. النادي الأهلي معودك طول الوقت يعني يعني أنا ما بخافش على النادي الأهلي إنه يكسب، وإن الماتش اللي بعديه فأنت هتحس إنه الآن لا، تقول النادي الأهلي هيكسب تاني. لا، وعمر ما النادي الأهلي كمان يا كابتن هاني ما كسب مباراة من المباريات اللي هي قوية الكبيرة وتلاقيه تاني مباراة مثلا يخسر. طبيعي. لا صح. النادي الأهلي بيعمل إيه؟ النادي الأهلي بينسى المباراة، فهي دي اللي حسستني بقوتنا. انا حاسس بقوتنا طول الوقت، ولكن في نفس الوقت اللي هو شفتنا الهجم الشرس عليك، وانك انت الناس كلها عماله تقطع والناس كلها فرحانه فيك، طب ما ده طبيعي جدا لانك انت قوي وانت بطل. انا مش بتكلم كده عشان انا هنا في ولا ابن النادي، بس انا بتكلم على حقائق وارقام. لما تيجي تتكلم على رقم يعني مثلا في وقت كبير قوي، لو اتكلمت انا ما بحبش اتكلم على اي نادي اخر، ولكن انت بتتكلم على منافسات انديه، لما تيجي تتكلم على مده طويله قوي او تلعب مثلا حوالي 30 مباراه ما بيني وما بينك، احنا الاثنين مدربين بنلعب حوالي 20 مباراه، لما انا اكسبك 16 وانت تكسبني 2 او تتعادل معايا 2 او تكسبني 2 ما هتكسبني 4، ايه المشكله يعني؟ اكسبني 5 اكسبني 6. عشان كده دايما انا بقول ايه، احنا فرحتنا بنادينا في حاجه واحده بس، انه دايما معودنا على ان انت تبقى الاول في كل حاجه. صح. حتى في الخساره ترجع بسرعه والبطل يقف بسرعه. ما هي دي اللي اتكلمت عليها امبارح كمان يا عادل، ويمكن برضه سامع عشان تخش معانا في الحوار ده، ما بيجيش يعني، ده متربيين عليه في النادي واحنا صغيرين، وكل اللعيبه اللي جت قالت نفس الكلام، احنا من واحنا صغيرين بنتضايق جدا احنا ما كنا بنتعادل او بنتغلب، بيبقى يوم صعب جدا. والأهم كمان رغم اختلاف الظروف واختلاف الدنيا، لكن عودة النادي الأهلي بعد الهزيمة سريعة. بتبقى يعني الناس بتحس، لا يعني أنا كنت قلقان بعد الشوط الأولاني امبارح، قلت لا لسه الأداء مش هو وبدأت أقلق، لكن كان عندي دايما أمل لا احنا ممكن نرجع، ورجعنا الحمد لله بسرعة يعني. لا، ونفس الوقت كمان أنت بتبقى صريح مع نفسك طبعا، حتى في الداخل، اللي هو العلاج الطيب او العلاج السريع انك تعرف الاخطاء، تواجه نفسك بالاخطاء، وبتواجه نفسك بالزبط. فانت بتحط ايدك على الخطا في البدايه وبعدين بتعالجه بسرعه. في ناس او في فرق وفي العالم مش في مصر بس، لما بتيجي تكسب المكسب بيغطي على اخطائه. مظبوط. انت حتى وانت بتكسب يا كابتن، وانت عشت معانا وانت لعيب كبير، ودايما احنا كنا بنطلع مباريات كسبانين فيها وزعلانين مننا وبيتكلموا معانا مش حلو يعني. انا اديك بس الجهاز انت كنت الفني يعني كان بيطلع ينتقدكم يعني حتى بعد ما تكسبوا او تطلعوا. ده مره جوزيه زعق في فرقه النادي الاهلي طالعين كسبانين 4-0 وعمل لهم خصومات و... لا والله طبعا. لا اديك واحده جامده كمان، يمكن عشان كان الاداء مش كويس او قادرين يكسبوا وتدلعوا شويه. يمكن انت كنت في المانيا سنه كام؟ قول لي. انا 93 كنت بره. هو الفوز بتاعنا في مباراه الفاصله ما بيننا وما بين الاسماعيلي 4-3 في اسكندريه. لا ما كنتش موجود. احنا خرجنا خدنا الدوري. احنا بنلعب وكسبنا وخدنا الدوري، وفوجئنا ان الكابتن طارق سليم بعد المباراه بيخصم مننا فلوس واحنا ابطال دوري. ايه
خصم مننا في الرخص 5000 جنيه من كل لاعب علشان اتهاوننا. كنا كسبانين 4 والاسماعيلي جاب جول والتاني والتالت واحنا خلاص كسبنا دوري. وانا فاكر اليوم ده كويس قوي، رحمه الله عليه فاروق الفيشاوي راجل اهلاوي الله يرحمه، اهلاوي قوي، كان معانا في كان موجود في الماتش، كان موجود في لا ودخل لنا اوضه اللبس بعد المباراه وبيبارك لنا. فالكابتن طارق سليم قال له انت بتبارك لهم على ايه؟ قال له احنا خدنا دوري، انتوا خدتوا دوري؟ قال له لا، الدوري كان يكمل لما تكسب 4-0 مش لما يدخل فيك 3 اجوان. التخاذل اللي حصل في اخر ربع ساعه ادى ان بدل ما ناخد مكافاه مباراه لا احنا اتخصم مننا مكافاه مباراه عشان انت كمان خصم. عشان كده لحد دلوقتي انت رقم واحد. ما هو البطل لازم طول الوقت يعيش بالاحترافيه دي. صحيح. لما اجي ابقى محترف ما ينفعش في اوقات ابقى محترف واوقات تانيه ابقى هاوي. فالاحتراف دائما حتى يستمر. حتى احنا بنتكلم في قضايا دلوقتي في النادي الاهلي، انا حاسس يعني احساسي، ودي غلطه من في ناس كبار شويه لعيبه قدام في النادي. لما بتيجي تنتقد النادي ما تنتقدوش الا في اوضه مغلقه. طول عمرنا احنا خدنا على دي وطول عمرنا بنقول دي، تقفلوا على نفسكم. لا، حتى لو في مشكله عادي نتكلم. أيوة. في مشكله بتحصل او في حاجه مش عاجبانا، عمرنا ما هنطلع في الاعلام والله ده مش عاجبنا كذا. ايوه طبعا، بتقفل على نفسك. دي الميزه بتاعتك. دي كان ميزتنا، وده يعني وده لغايه دلوقتي يمكن في حاجات بتخرج، بس كل قاعده شواذ يعني. انت دايما الموضوع بيبقى مش حقيقة. طول الوقت مش كلهم. مش كلهم. فاحنا بنتكلم ان النظام ما زال موجود، ان الغالبيه بتمشي على هذا النظام، واللي بيخرج على النظام اولا متشاف من جماهير النادي الاهلي. ايوه نمره 2 معروف، يعني معروف الهدف من خروجه. تمام. ايه تمام. ونمره 3 ان ما بيأثرش في الكيان، يعني الموضوع خالص يعني خالص. نتكلم في 3 نقط مهمين جدا. واحنا كمان في يعني عاوز اقول لك ايه، ابناء النادي اللي قاعدين هنا واللي قاعدين في كل حته واللي ماسكين في اي حاجه او اي منصب اتعملوا من النادي الاهلي، ربنا طبعاً ثم النادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن يقعدك هنا كابتن هاني ويقعدني هنا قدامك، فلازم طول الوقت تقف جنب الكيان اللي عمل لك حاجه كويسه في حياتك.